المشاهدون الأعزاء، صعبة هي لحظات الفراق، ولكن نحن نسلم بقضاء الله وقدره. رحل عنا منذ ساعات الفنان الشاب محمود عبد العزيز، صاحب الجمهور الكبير من شباب السودان، وصاحب المدرسة المتميزة والعطاء المتفرد، بعد معاناة مع آلامه ومرضه الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كفارة له من كل ذنب. وقد جاءتنا رسالة بأن الأخ المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات القومي قد أوفد طائرة خاصة إلى العاصمة الأردنية عمان برفقة الفريق أمن عبد القادر يوسف مساعد المدير العام للتوجيه، وذلك لنقل جثمان الراحل المقيم الفنان محمود عبد العزيز وأفراد أسرته وأصدقائه المرافقين له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا هو دأب الشعب السوداني في شتى المواقع حينما يهبون لنصرة أو لنجة أو لإغاثة أو حتى للوقوف في أداء واجب من واجبات جبلوا عليها. فالتعازي الحارة نبعثها لأسرة محمود عبد العزيز الصغيرة ولأسرته الكبيرة من المحبين وعشاق فنه من الشباب ومن قطاعات الشعب السوداني. ومكتبة التلفزيون زاخرة بالعديد من التسجيلات للفنان الشاب محمود عبد العزيز، والكثير من الإخوة العاملين الآن في التلفزيون يذكرون أولى دخول الفنان محمود عبد العزيز للتلفزيون، أولى تلك اللحظات حين دخوله وتسجيله العديد من الأعمال، ويتذكرون أيضا العديد من الأعمال الأخيرة التي قام بتسجيلها للتلفزيون. وذاكرة الشعب السوداني تحفظ لمحمود عبد العزيز الكثير من الأعمال الخالدات التي ستضع اسمه، بل هي وضعت اسمه في مصافي الفنانين الكبار والنجوم الذين استحوذوا على قلوب وعقول الكثير من الشباب. إذن نذهب لنتابع هذه المادة من ذاكرة التلفزيون، ذاكرة المكتب، ونعود لنتواصل معكم عبر هذه الفترة الحزائنية التي نتلقى فيها العزاء بفقد رحيل فنان الشباب محمود عبد العزيز. السلام عليكم. كيف؟ السلام. كيف الأحوال؟ رمضان كريم. كيف؟ يعطيك العافية. إن شاء الله كويس. الله يخليك. كل سنة طيب يا أخي. أنت طيب يديك العافية. الله يخليك. الله أكرم يا أخي. الحمد لله السلام. الله يسلمك يديك العافية. الحمد لله الله يخليك. تمام؟ تمام والله. الحمد لله. الحمد لله. كيف الأحوال؟ تمام تمام. شفت طبعاً الأمورين اللذيذين حاتم وحنين. أولادك التيوان عاملين جو وعاملين جو، لكن والله بهناك يعني عاملين برنامج لذيذ في الاستراحة بهناك دي. طوال انت طوال في الصاله البلياردو دي، خلينا يا اخي لي سنه كده بالضبط يا ماجد. سنه
سنة بالظبط كده. دي فترة السفر ولا؟ دي فترة السفر، هاي فترة الشغل الكلام ده عشان كده. كيف الأحوال؟ كله تمام والله. والأولاد ديل بعدين دارت بتقول لي بلياردو ولا؟ لا لا الأولاد ديل بس خلوهم ساكت. ده أنا حد نمسك ورقنا والتاني فلاود. والله؟ والله العظيم جد. عشان بعد ذاك العداد ما تبقى كثيرة طبعا. 14 نفر الناس مشان مكافي ده حقهم لازم يروحوا. فما أعرف علاقتك بالبلياردو دي على الرغم إنها لعبة ما موجودة في السودان، أنت يعني بصوره كبيره. الاول ما كانت موجوده في السودان. انت عرفتها وين؟ انا عرفتها في هولندا. نعم. يعني بواسطه اخونا الماني. تقريبا سوداني لكن عايش هناك فتره طويله جدا، ماخذ جنسيه المانيه. نعم. اسمه سلافا. فبدات شنو؟ مشيت مره كان كوفي شوب كده بتاع بلياردو والعاب بتاع، عجبتني جدا جدا. ومعي شباب ايمن قمر ومعه عادل قمر ديل، قلت له اخوان اتعلم البرنامج ده. قال لي يا اخي سهله جدا جدا. ما قصروا معي يعني. وش هذه خلي زاده كانت فرصه في رمضان انه جمهور محمود عبد العزيز يعرف اهتماماته الثانيه، يعرف انه هو لاعب محترف بتاع بلياردو ولعيبه برا يعني ما لعيبه هنا في السودان. الحمد لله رب العالمين. محمود طبعا يعني كونك انت تكون حريص على اهتمامك بالاسره وتجيبها معك والاطفال، فدي يعني عايزينك تتكلم لنا عن الحاجه دي شويه وتكلم الناس عن انه الفنان يعني حياته ممكن يرتبها كيف. والله يا اخي الفنان ممكن يرتب حياته زي ما هو عايز. يعني مثلا انا مرات ما طوال يعني بمرق معي الاسره والاطفال ولا هناي، لكن لما احس انه انا مثلا داير مثلا ارفي داير احس انه في جو اسري في اي مكان عام طوالي بقوم بجوم معي يعني في فترات وتفاوض بكون فرحان وبكون بكون سعيد جدا جدا. والله اخي ان شاء الله دائما سعيد وفرحان وربنا يخليهم لك وربنا يعني يديك الف مرادك ويديك الاحلام اللي انت بتحلمها اليوم. والله انا عندي حلم واحد، الزول ده قربت اغلبه وانت جيت هسه داخلين. هسه داري انك توعد الجمهور انه تجيه في الاستوديو من الجمعه. يوم الجمعه ان شاء الله بنبعد الجمهور الكريم ان شاء الله من جديد الكثير جدا جدا ان شاء الله ينال اعجاب الناس باذن الله. Oh,